اشاد بنادي الشمس زي ما احنا قلنا ان الشمس كان. طيب هنعلق بعد كده هنروح لارض ملعب او صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره لنقل احداث دور الثمانيه ما بين النادي الاهلي وكاستم او الجمارك النيجيري فايلة هنا. مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي أهلا ومرحبا بكم ولقاء النادي الأهلي وكاستم النيجيري في دور ربع نهائي مباراة مهمة وغاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي. وشايفين كاستم بيشوط كورة وشروق فؤاد موجودة معدة الفريق ونهلة سامح وكورة قوية جدا وبترجع في إطحاءات الصد وخارج الملعب. واحد عندنا آية حمدي موجودة داخل الملعب وهقول التشكيل طبعا. وعندنا مريم مصطفى ليبل الفريق إرسال من نادي الجمارك أو نادي كاستم النيجيري استقبال من مريم مصطفى رفع من شروق وآية بتشوط شوطة قوية بترجع تاني نور ياسين بتجيبها وبتعدي كاترين كرة سهلة خارج الملعب خارج الملعب 2-1. طبعا بداية لقاء مهم جدا ولكن ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي فرقة كبيرة ليها باعها وليها تاريخها وما اعتقدش ان الامور هتبقى زي ما احنا فاكرين. كرة قوية جدا من كاترين في اطحاءات الصد وخارج الملعب 2-2. لعيبة رقم 9 في نادي كاستم كابتن فرقة أجيرة وكرة بتترفع وبتتشاط بقوة وحائط صد جيد والحكم بيقول طبعا في لمس شباك على لاعبة رقم 15 إجيوما. ارسال قوي من كاترين استقبال ورفع وكرة بتتحط بليسنج بترجع تاني ونور بتجيبها بتعدي كرة سهلة وكرة بتتشاط سريعة وحائط صد جيد ياسين نور ياسين وكرة بترجع تاني ومريم مصطفى المتحركة بتجيب كرة جميلة جدا وحائط صد جيد من نهلة سامح ونور ياسين بنقطة مباشرة 4 النادي الأهلي 2 نادي كاستم النيجيري. طبعا قدامنا كاترين على الارسال ارسال قوي استقبال طبعا ضعيف وبتحسن النتيجة كاترين 5 النادي الاهلي 2 نادي الجمارك. كاترين ارسالها مميز استقبال ورفع وكرة بتتشاط في ايد نالة ونور حائط صد مشترك ولكن بتحسن بيها النتيجة. ارسال من اعلى نالة بتستقبل كرة مريم مصطفى بتعلي وآية حمدي بتشوت كرة من 2-1 ترجع تاني كرة جاية سهلة بتجيبها كرة وكرة قوية جدا من آية حمدي بتشوطها في ايد ما بين ايد حائط الصد اللعيبة الرقم 5 و6 الاهلي 3 الجمارك. سبايك سيرف من اعلى نور ياسين في الشبكة 4 الجمارك 6 النادي الاهلي. ارسال من اعلى مريم مصطفى بتستقبل كره بتعدي وبترجع تاني مريم بتجيبها وفريده العسقلاني بتحط كره جميله جدا. طبعا لاعبات مركز 3 فريده العسقلاني ونور ياسين ومركز 4 نهله سامح وكاترين ومركز 2 شروق فؤاد وآية حمدي. ارسال قوي استقبال وكرة بتترفع بتحط في ايد حاط الصد بترجع تاني آية بتطلع ديفنس كويس والشروق بتوقف كرة الكاترين بتشوطها
في إطحاءات الصد وخارج الملعب. الجهاز الفني للنادي الأهلي الكابتن حمدي الصافي مدير فني، وياسر صلاح مدرب عام، مجدي بوبو مدير إداري، أهاب عبد المنعم إداري، رانيا عبد العزيز مخطط أحمال، أيمن فؤاد محلل تقني، منة الله عادل أخصائي علاج طبيعي ومشرف عام ممدوح نور. أما اللاعبات نهلة سامح كابتن فريق شروق فؤاد رقم 9، مريم مصطفى ليبرو الفريق رقم 7، مريم متولي 20، أيا الشامي 1، دانا شوقي 6، رنا الجوهري 18، فريدة العسلاني 12، نور الله ياسين 3، نرمين المنشاوي 13، ورحمة المهندس 14، وكاترين 5، ومايا ممدوح 10، وندى وليد الليبرو الثاني رقم 2. مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي في مشواره، وطبعا شفنا النهاردة مباريات عديدة جدا في الدور قبل ربع النهائي. فوز السجون الكيني على روفينيو 3-0، والأنابيب على الكاميرون 3-2، والشمس على قرطاج قدر ان هو يفوز على نادي الشمس بثلاث أشواط مقابل شوطين، وحائط صد جيد زي ما شايفين قدامنا من فريدة العسقلاني بسنجل بلوك فعلا متميزة من نص الملعب. إرسال قوي خارج الملعب، طبعا رأسة شهيرة مشهورة عندهم أكيد بعد كل كورة. 5 كاستم النيجيري، 9 نادي الأهلي. استقبال من كاترين، رفع من شروق، الكرة بتتشاط قوية من نالة، بتتجاب ديفنس وبتطلع تاني، الكرة بتعدي، نالة بتجيب الكرة، واللج جميلة جدا من فريدة العسقلاني بتشوطها من مركز 2 في مركز 1، متميزة فيها جدا شروق، برافو عليكي شروق، رفعتها بشكل جميل معدة الفريق، وفريدة شاطتها بقوة في مركز 1. نهلة سامح إرسال قوي، استقبال، كرة نازلة في نص الملعب بنقطة مباشرة، نهلة المخضرمة خبرتها طبعا لعيبة متميزة جدا. إرسال، استقبال، استقبال، كرة جاية سهلة، كرة بتعدي وبتنزل قدام آية وثابتها النهلة، بس هي كرة ممكن كانت سهلة جدا تجيبها نهلة، آية قدامها، إرسال قوي، مريم مصطفى، وكرة مرفوعة وبتعديها فريدة من نص الملعب، وكرة تانية وحائط صد جيد، شروق بترفع كرة جميلة، وفريدة بترفع كرة أجمل لآية، بترجع تاني وحائط صد جيد ودفنس من آية، وكرة مرفوعة من شروق، وكرة قوية من كاترين، بترجع تاني ودفنس من نهلة المتفوقة، وكرة بليس بتتحط بشكل جميل جدا في نص الملعب، ويعني كرة كنا نتمنى فيها التوفيق. إرسال، استقبال، وكرة بتتشاط خارج الملعب، يعني كرة محطوطة كده. 12-7، إرسال قوي، استقبال، كرة بتترفع، وآية بتجيب كرة، ونور ياسين بتصعد كرة جميلة جدا وحائط صد جيد من نور وشروق، وكرة بتيجي سهلة، فريدة بتجيبها، بتوقف كرة كويسة، وكاترين بتشوط كرة قوية جدا من مركز 4 في مركز 5. الليبرو الفريق رقم 6 كاستم ما تعرفش تعمل لها أي حاجة. إرسال فريدة، إرسال مميز، استقبال، كرة جاية سهلة، بتيجي طبعا معدية نهلة بتعليها،
وبترجع تاني، هي بتعدي الكورة وكرة واقفة، ونهلة بتحط الكورة برست ايديها في مركز ستة، بترجع تاني الكورة، وحط صد قوي جدا من نور ياسين وشروق فؤاد بنقطة قوية جدا. 14 النادي الأهلي، 7 نادي الجمالك. إرسال قوي من فريدة، استقبال ضعيف، كرة جاية سهلة بتعدي بسهولة، فريدة بتعلي الكورة ونور عايزة تسقط كورة ترجع تاني، وطبعا الكورة اترفعت في مركز واحد مش هتتشاط، حاط صد قوي وعالي من كاترين ونور ياسين، تحط اللعبة رقم 8 الكورة في الشبكة. إرسال قوي من فريدة، استقبال سيء، وثاني تكنيكال تايم اوت 16-7. بنهنئ النادي الاهلي بفوزه بالدرع الرقم 40 في تاريخ الدوري المصري بعد تعادل فريق النادي المصري مع نادي الانتاج الحربي. بنقول له الف الف مبروك قبل انتهاء الدوري بحوالي 6 أسابيع، بينهي النادي الأهلي بفوز غالي أمس على إنبي وتعادل المصري والإنتاج الحربي. كده أعتقد إن هو كلنا محبي كرة القدم بيهنئوا النادي الأهلي في انتصارات دايما، وبإذن الله بطولة افريقيا بإذن الله في النهائي للنادي الأهلي بإذن الله. تايم اوت رجع تاني الفريق، شايفين طبعا مستوى ثابت، ارسال قوي وفي الشبكة. 8 كاستم النيجيري، 16 النادي الأهلي المصري. إرسال مريم مصطفى وكرة قوية بترفعها شروق، بتشوطها نور ياسين من مركز 3، بتيجي في إيد حائط الصد وخارج الملعب. 17 النادي الأهلي، 8 نادي الجمارك. شروق فؤاد ارسال قوي، استقبال ضعيف، وكرة باعداد وبتتحط كده، هي بتجيبها وكرة بتترفع من مركز 6، نهلة بتسقطها في نص الملعب وتسقيطة، ولكن شروق صاحية، وآية بتحط الكرة في ايد حائط الصد وبتيجي بشكل سهل ترجع تاني، وآية بتشوط كرة قوية جدا من 2 في مركز 6، برافو عليك يا آية. وحش نادي الأهلي ومنتخب مصر آية حمدي متميزة، شروق وإرسالاتها القوية، استقبال ضعيف والكرة بجاية سهلة، ترفع شروق الكرة وكاترين بتشوت كرة قوية برست ايديها في مركز 1، بترجع تاني وتفنس مريم مصطفى متميز، وآية بتشوت كرة قوية جدا من فوق حائط الصد في مركز 6 بنقطة مباشرة. كرة قوية، تسعتاشر تمانية تايم اوت بيجري طبعا المدير الفني لنادي كاستم النيجيري عثمان. وانا شايف المدير الفني للنادي الاهلي كابتن حمدي الصافي بيحاول ان هو يوجه نور ياسين اصغر لاعبات الفريق. واضح الاداء، تسعتاشر تمانية
شروق فؤاد ارسال قوي استقبال رفعه وكوره بتتشاط بحائط صد ولكن في بقايا وخارج الملعب. اللعيبه رقم 7 منينا ارسال قوي استقبال من مريم رفعه وكره قويه بتتسقط من كاترين بذكاء شديد من فوق حائط الصد. عشرين النادي الاهلي 9 قاسم النجيري كاترين ارسال قوي من اعلى استقبال الكره بتترفع وجايه سهله وبتشوطها في ايد حائط الصد نور ياسين وداخل الملعب. عشرة كاستم عشرين نادي الاهلي ارسال قوي خارج الملعب. 21 النادي الاهلي 10 نادي كاستم والارسال مع نور ياسين وفريدة قدامنا. نور ياسين ارسال قوي استقبال كرة بتترفع في مركز 4 بتتسقط شروط بيجيبها وفريدة بترفع ونهلة بتحط كرة جميلة جدا بترجع تاني وكرة كده مشتركة. معلش زي ما اتفقنا وقلنا قبل كده عندنا سناتر بلوكات لاعبات بتلعب في مركز 3 على مستوى عالي جدا. ارسال طبعا آية ارسالها قوي خارج الملعب. ارسال قوي استقبال من مريم مصطفى وكرة بتيجي بتعدي سهلة ورفع في مركز 1 هيتصد ما طلعش بلوك جامد وفريدة العسقليني زي ما قلت لكم كده متميزة بترجع تاني الكورة وفريدة لوحدها بسنجل بلوك اللعيبة تحط الكورة في الشبكة. 23-12 تايم اوت بيجريه المدير الفني لنادي كاستم عثمان حبيب. بيحاول ان هو يظبط ولكن مستوى اداء الفريق مختلف كل الاختلاف ما بين النادي الاهلي وما بين كاستم. شفنا النهارده مباريات عديدة في دور ربع النهائي. ارسال قوي نهلة استقبال من ليبرو سيء كرة جاية بتيجي بسهولة نهلة بتستقبل كرة وكرة سريعة قوية بتشوطها فريدة بترجع تاني وكرة بتتشاط خارج الملعب ولكن بيقول في تاتش في احدى لاعبات كانت فريده وشروق هما اللي طالعين. ارسال قوي استقبال من مريم مصطفى رفعه قويه كاترين بتشوط كوره قويه جدا بتيجي في ديفنس وبترد من الليبرو في فرده 4 ما تعرفش تعمل لها حاجه. 24-13 ونقطة على نهاية اللقاء. كرة بترجع تاني وكرة قوية نور ياسين بتشوطها من مركز 3 لنتولن اللقاء. 25-13 يعني
الاهلي وكاستم. اتمنى ان يفضل النادي الاهلي ماشي على نفس النمط ده. قلت قبل كده عندنا النادي الاهلي عنده لاعبات مركز ثلاثة مميزات جدا في البطولة. فرقة قوية، يعني احنا شفنا خالد بن عمر رئيس نادي قرطاج او النادي النسائي التونسي بيقول ان اقوى المنافسين وفي خطورة من نادي الاهلي. عارف كويس ان النادي الاهلي فرقة كبيرة مستواها بتلعب بمستوى، ما بتحاولش ان هي تنزل للفرق اللي بتلعب معاها، عندها لاعبات على مستوى عالي. توجيهات طبعا عثمان حبيب اكيد للاعبات، ولكن فارق المستوى والمهارة واضح جدا جدا. كما عودنا المدير الفني للنادي الاهلي الكابتن حمدي الصافي بيثبت التشكيل في تاني شوط، وبيقدر بعد كده يغير اوراقه. فريده العسقلاني وايه ونهله، طبعا النادي الاهلي بيستضيف هذه البطولة رقم 29 وحامل اللقب 8 مرات. شايفين فريق كاستم نفس التشكيل اللي كان بادي بيه. لعبة قوية البنيان، ارسال قوي، استقبال من نهلة، رفع من مريم، الكرة بتتحط من كاترين، ترجع تاني ونور ياسين بتشوط كورة قوية جدا جاية على حافة الشبكة، شاططها برست ايديها بقوة. واحد النادي الاهلي لا شيء الجمارك. شوطة قوية، نهلة بيجيب الكرة بقوة، وكاترين بتشوط الكرة أقوى، وآية بتحط كرة من اتنين قوية جدا في مركز ستة بدون حائط صد. برافو يا آية. إرسال طبعا قوي، الكرة جاية سهلة، بتجيبها مريم مصطفى، وشروق بترفع كرة جميلة لآية، الديفنس بيطلع، وكرة أقوى بتتشاط بترجع تاني، ورفع الآية بتحطها من اتنين في اتنين، تالت كورة، وكاترين بتشوط كورة، والحكم الأول بيقول خارج الشبكة، خارج الملعب.
بعيد عن الشبكة شوية ولكن خارج الملعب. استقبال مريم وكاترين شاطت كورة مكان الكورة اللي فاتت في ايد حاضر صد وخارج الملعب. برافو يا كاترين. ارسال قوي استقبال من ليبرو. كرة قوية كاترين بتطلعها ديفنس ونهلة بتشوط كرة جميلة ديفنس نور. نهلة بتشوط شوطة تانية ولكن خارج الملعب. 2-2. ارسال قوي استقبال من نهلة وكرة بتترفع كده ولكن نهلة لحقتها ما كانتش مرفوعة النهلة دي مرفوعة النور. كرة تانية بليز ومريم توقعاتها ممتازة. كرة بتتحط في نص الملعب ترجع تاني بترفعها آية بتعديها وبتترفع كرة قوية ومريم مصطفى ديفنس قوي وبتنتهي الكرة بهجمة قوية من كابتن فريق الأهلي نهلة سامح. إرسال قوي سبايك سيرف من نور ياسين. استقبال وكرة مرفوعة وبتحط كده اللعيبة رقم 5 الكرة بريست ايديها. استر ثلاثة ثلاثة. ارسال قوي استقبال من كاترين رفع من مريم. نهلة بتشوط شوطة قوية حائط الصد واضح جدا. لعبة رقم 5 طويلة. استر ارسال قوي لعبة رقم 3 لادا وارسال ضائع. 4-4 بداية الشوط الثاني. 4-4 الكرة بتتشاط قوية لسه الفرق بتاع النادي الأهلي ما اتعملش اللي متعودين عليه. بيسحب 3-4 إرسالات وبيضغط بالإرسالات وإرسالاته واضحة جدا اللي هو بيضغط بيها كويس. سيبال كاترين وكرة قوية جدا من فريدة العسقلاني من مركز 3 في مركز 2 اهي ما لحقتهاش حائط الصد كانت اسرع منها. ارسال قوي استقبال جيد كرة سهلة بترجع سهلة مريم بتعدي كرة سهلة وبترجع برضو كرة سهلة ورفعة قوية وديفنس جيد من آية وكاترين بتشوط كرة قوية جدا من مركز 4 في مركز 6 بتعدي سهلة. مريم مصطفى متألقة وكرة قوية جدا من كاترين من 4 في 6. برافو عليكي يا كاترين اهي. ستة النادي الأهلي 5 نادي الجمارك. ارسال قوي كرة جاية سهلة حط بليسنج بتعدي وبترجع تاني كرة سهلة وبتتشاط سريعة ولكن آية متميزة وكاترين بتحط كرة بليز جميل جدا بتعدي كرة سهلة وكرة سريعة قوية من فريدة العسقلاني في ايد حائط الصد وداخل الملعب
وبداية الوقت المستقطع 8 النادي الأهلي 5 نادي الجمارك. يعني شايفين رنا الجهري بتتكلم مع كاترين واللاعبات والجهاز المعاون بيحاول ان هو سواء رانيا او ايمن او ياسر او الكابتن حمدي كلهم بيتكلموا مع الجهاز، بيتكلم مع المعدة علشان خاطر هي عقل الفريق. والناحية التانية كابتن عثمان حبيب شايفينه بيتكلم باسلوب عنيف شوية مع اللاعبات. استقبال كرة جاية سهلة وخارج الملعب. كرة طبعا جاية سهلة وفريدة العسقلاني مستنية الكور دي بفارغ الصبر. اهي بتيجي بتقدر تحطها من اعلى نقطة 10-5 او ده الفارق واضح اهو بارسالات نقلة. استقبال وكرة جاية سهلة وحائط صد قوي جدا بين فريدة وكاترين، ولا اقوى ولا اروع من كده. 11 النادي الاهلي 5 فريق الجمارك. طبعا واضح جدا استقبال ليبرو الفريق خارج الملعب. وارسال خارج الملعب 6-12. كده الفارق جيد، ارسال قوي في الشبكة. 13 النادي الاهلي 6 نادي الجمارك النيجيري. فريدة العسقلاني متميزة جدا في ارسالاتها وحائط الصد والضرب الساحق من مركز 3. كرة بتتشاط بقوة لما الكرة بتتظبط قدامهم بيعرفوا يضربوا. شايفين قوة عضلية موجودة جدا عندهم. استقبال كرة مرفوعة وكرة بتتشاط قوية من نور وبترجع تاني بتعديها ترجع تاني الكرة، ولكن حاط الصد جيد نور وشروق وكرة بتتبلس وبتتجاب من مريم مصطفى وبترجع تاني آية حمدي بتعديها في نص الملعب وشروق اتحركت عليها بشكل جيد وآية مسقطاها. ترجع تاني مريم وشروق عايزة تحط كرة بليس كده بيجي في ايد الديفنس وما بتعرفش تلحق الكرة. 14-7. كرة من شطة قوية في حائط الصد وبترجع خارج الملعب. 15 النادي الأهلي 7 نادي الجمارك النيجيري. إرسال قوي من شروق فؤاد معدة الفريق. استقبال سيء، كرة جاية سهلة نهلة بتجيبها وآية المتألقة من فوق حائط الصد من مركز
2 في مركز 6 وثاني تكنيكال تايم اوت 16-7. طبعا المدير الفني كابتن حمدي الصافي بيتكلم مع اللاعبات. مهم جدا وعثمان حبيب ايضا بيتكلم مع بعض اللاعبات. فارق ده واضح جدا، اي فرقه بتيجي لغايه النقطه 4-5 بتبقى متعادله مع النادي الاهلي، ثم بيحصل فارق من خلال لعبته سواء بالارسال او بحائط الصد او بالضرب الساحق. يعني فعلا واضح مجهود كبير وشغل كويس معمول في فريق النادي الاهلي في تطوير في اداء اللاعبات صغار السن وارسال شروق في الشبكه. ثمانيه جمارك 16 النادي الاهلي، ارسال لعبة رقم 7. طبعا ارسال ضائع وتغيير اللعبة رقم 10 هتنزل عيشة مكان اللعبة رقم 7 استر. كاترين على الارسال، ارسال قوي وفي نص الملعب نقطة مباشرة. شايفين طبعا الإرسال لما الكرة بتمشي وتسقط في نص الملعب المستقبل ما بيعرفش يستقبل بالشكل الأمثل، لازم يهاجم الكرة ياخد خط. كرة طبعا استقبال، كرة مرفوعة وبتتشاط قوية، اتحط الصد نهلة ونور ترجع تاني وآية حمدي بتشوط كورة من فوق راس المعدة قوية جدا. لاعبات حائط الصد ما يعرفوش يعملوا لها أي حاجة. تايم أوت بيجري المدير الفني لنادي كاستم النيجيري. 19 النادي الأهلي، 8 نادي الجمارك. بيتكلم طبعا معاهم الكابتن حمدي في حائط الصد، مهم جدا. بيعمل عامل نظام في الهجوم سواء او من خلال السريع او لاعبه الطرف ايه امامي او خلفي وكاترين ونهله ايضا من 4. ده بيعتمد على استقباله، لازم يبقى جيد وفعلا استقباله جيد. طبعا كرة استقبال من كاستم ضعيف جدا. ارسال النادي الاهلي قوي، ما بيديش مساحة لنادي كاستم ان هو يستقبل كويس ولا بيبقى فيه اريحية في اللعب. اهو كرة بترجع سهلة وآية ابتدت تتألق وابتدى فريق نادي كاستم يتأرنح من خلال لاعبيه سواء نور وفريدة أو آية ونهلة وكاترين. إرسالها قوي، استقبال جيد طبعا، كرة سهلة بترجع تاني ومريم وكرة قوية جدا من نهلة سامح كابتن فريق النادي الاهلي مديها لها دبل كده لوحدها وطالعه شيطها بقوه من مركز 4 في مركز 6. برافو عليك يا نهلة. كاترين على الارسال، استقبال، كره بتترفع وبتتحط بليز بتجيبها شروق وكره جميله
بتشوطها آية من رفعة لنور ياسين كده باك غير متوقعة. 23 النادي الأهلي، 8 نادي الجمارك، ونقطتين تفصلنا عن الشوط الثاني. إرسال قوي كاترين، استقبال ضعيف زي ما اتفقنا، كرة بترجع سهلة وكرة قوية بتشوطها نور وبترجع تاني بكرة قوية وحائط صد من نور، ونهلة بتشوط كرة جميلة وبترجع تاني وحائط صد وحائط صد مفتوح للاعبة. شايفين لما الكرة بتيجي معاهم بيشوطوها بقوة. تسعة كاستم 23 وإرسال خارج الملعب. 24 النادي الأهلي، 9 نادي كاستم. شفنا طبعا ده تاني وقت مستقطع بجرين مدير الفني عثمان حبيب، وشفنا الشوط الأولاني 25-13 المدير الفني للنادي الاهلي كابتن حمدي الصافي بيكلم نور ياسين. طبعا لازم اللاعبات يستفادوا من خبرات الكابتن حمدي الصافي. وده النظام الجديد في التحكيم. بشاشات عرض وتابلت، ارسال قوي وارسال نور ياسين مؤثر وينهي الشوط الثاني 25-9 في لقاء قوي من النادي الاهلي. وواضح مستوى اداء الاهلي بعيد كل البعد عن كاستم النيجيري. فرقة كاستم ممكن تكون فرقة كويسة في دور ربع النهائي، ولكن ما اعتقدش ان هي تبقى مع الاهلي كويسة. لو لعبت مع فرق كتير بيلعبوا كرة طايرة، عندهم حائط صد، عندهم ضرب، ارسالهم مش وحش، ولكن هو الاستقبال شوية. وأغلب الفرق الإفريقية السمراء استقبالهم مش جيد ما عدا بعض المنتخبات عشان بيبقوا محترفين في الخارج، فبيبقى عندهم استقبالهم جيد. شايفين الفرحة، شايفين القوة، شايفين الانتصارات، شايفين يعني كلنا في فرح. والنادي الأهلي بعد تعادل فريق المصري مع الإنتاج اليوم، بهذا التعادل يعني بنبارك بدرع الدوري العام رقم 40 في نسخته الجديدة، وإن شاء الله بإذن الله العام القادم أحسن وأحسن في انتصارات دايمة. ونتمنى لمصر الانتصار والتقدم في كل الرياضات سواء المنتخبات أو النادي الأهلي بإذن الله. شايفين المدرجات في أمان وسلام من خلال شبابنا وشاباتنا بيحاولوا ان هم يؤذروا فريق النادي الاهلي العظيم. شباب في غايه من الجمال، مفيش اي مخالفات، مفيش اي لا للتعصب لا لاي شيء، واقفين مبسوطين بيتصوروا وبيحاولوا ان هم يشجعوا وموجودين بفرح
وسعادة لفريقهم. طبعا شايف مريم متولي قدامنا ونرمين المنشاوي، نشوف الكابتن حمدي هيجري تغيير كما عودنا في بدايات الأشواط الأول والتاني بيبقى ثابت، وبعد كده بيقدر ان هو يغير بالطبع. بالطبع مريم متولي ونرمين المنشاوي مكان نور ياسين وفريدة العسقلاني، لاعبات منتصف الملعب في النادي الأهلي من أجود اللاعبات اللي موجودين في البطولة. كانت في إصابة مريم ورجعت بالسلامة قدامنا اهي، وشاركت في الثلاث فرق الماضية عفوا، قدرت ان هي تشارك وتلعب وليها مميزات. ارسال قوي من شروق، استقبال ضعيف، وكورة جاية وبتتشاط بقوة وبترجع تاني، وحائط صد جيد ولكن من جنب ايد حائط الصد وداخل الملعب. واحد كاستم لشيء الاهلي، ارسال قوي مريم مصطفى، الكرة بتترفع ومريم متولي المتميزة دائما في ايد دبل بلوك وداخل الملعب. واحد واحد، ارسال قوي وكرة بترجع ومريم متولي بترفع وكرة بتتشاط وبترجع تاني، وكرة بتتحط برست الايد كده، يعني اتنين كاستم واحد النادي الاهلي. صد مشترك ما بين نهلة ومريم متولي، ارسال قوي ورفعة وكرة بترجع وكرة بتترفع وبتتحط. كاترين بيجيب كرة جميلة، وآية بتسقط كرة ولا أجمل ولا أروع. اتنين النادي الأهلي، اتنين نادي الجمارك. مريم متولي إرسال قوي جدا في مكان قاتل، وكرة بتسقطها آية. خلاص آية كده بتجيب نقطة، أدام تقدر تجيب نقطة ليه تتعب نفسها. 3-2 وإرسال مريم صعب وكورة وحاط صد قوي، ومريم متولي بتجيب كورة قوية، ونهلة بخبرة كبيرة بتشوت كورة من 4 في 4 بحائط صد يعني مفتوح كده ما بين اللعيبة رقم 12 سنتر بلوك، وإرسال مريم صعب زي ما قلنا إرسالها صعب، وكورة جاية ورفعة بتترفع وكورة بتتشاط ونرمين ونهلة، ونهلة تاني بتحط الكرة برست ايديها من 4 في 4. برافو يا نهلة. 5-2 مريم متولي، وقلت لكم ارسالها صعب بيجي في نص الملعب بنقطة. 6-2 لاعبة متميزة. مريم متولي ارسال قوي، استقبال وكرة بتترفع من نص الملعب وبتطلع، ونرمين المنشاوي بترفع كرة الآية بتحطها بدبل بلوك وبترجع تاني، ونرمين برافو يا نرمين، حائط صد جيد ولكن اللاعبة شاطتها في الشبكة قلقت من
قفله الملعب بتاعت نيرمين، ارسال قوي، كره مرفوعه وبتتحط بتتسقط في نص الملعب. شوفوا مفيش مستحيل في الرياضه. خسرانين وبيشجعوا بقوه. استقبال كاترين وكره نرميه بتشوطها قويه وجميله. 8-3. مهم الروح الطيبه دي تبقى سايده في الملاعب. الكل بيحاول ان هو يتمسك بالنقاط، ما ينفعش حد علشان خسران او كده زي ما شفنا في بعض الفرق بيبقى قافل وشه وهو بيحاولوا ان هم يلعبوا ويطلعوا اللي عندهم والباقي على ربنا من توفيق. ولكن المستوى بيختلف من مستوى فريق لفريق اخر. ما عندوش المهارات ان هو يؤدي اكتر من اللي موجود عنده. كاترين قدامنا. آية ارسال قوي، استقبال، كرة بتترفع وبتتشط بقوة، ديفنس من كاترين خارج الملعب. برضو بيفكروا بشوطوا من ناحية شروق ونرمين بتشوط كرة قوية رافعة وكرة تانية بتتشط من برضو من ناحية شروق وآية بترجع كرة سهلة جدا في نص الملعب ونهلة المتألق بترجع كرة وكرة بتتحط في نص الملعب نهلة بتجيبها وآية بتحط كرة قوية في مركز ستة جاية سهلة ترجع تاني شروق بتشد كرة قوية وبتيجي كرة نهلة في ايد حائط الصد وداخل الملعب بتنزل قدام تلات لاعبات كده ما حدش يوم قادر يتحرك يجيبها. تسعة أربعة نهلة سامح ارسال قوي ورفع كرة بتعدي كده في الشبكة لعبة رقم 15. بتنزل دانا شوقي وبتطلع شروق فؤاد. حائط الصد بتاع دانا عشان طويلة حائط الصد جيد. ارسال قوي من نهلة. واللعبة رقم 13 بتشوط كرة في ايد دانا شوقي وخارج الملعب. ارسال قوي استقبال من نهلة وكرة بتتبلس ولكن دانا لعيبة صغيرة السن. استقبال كرة بتترفع وهي بتحط كرة كويسة جدا من مركز واحد ترجع تاني وبترفع دانا الكاترين بتشوطها في ايد حائط الصد وخارج الملعب. ايوه كده يا دانا مشي الملعب وخدي بلوكات حائط صد. ارسال قوي استقبال ورفع وايوه كده يا دانا زي ما بقول لك حائط صد جيد جدا ولكن الكوره بتنزل قدام كاترين ونرمين
وبتنزل بنقطة سهلة جدا 7-11. مريم الكرة جاية سهلة من ملعب النادي الأهلي وحائط صد قوي ونهلة المتألقة وكرة دانا حطتها صعبة جدا لكاترين. ارسال قوي استقبال من نهلة رفع من دانا وكرة قوية من كاترين وبترجع تاني وشايفين طبعا التشجيع 9-11 وكرة قوية بتشوطها آية في حائط الصد وداخل الملعب 10-11. طبعا التغيير شروق نزلت ودانا طلعت نهلة شروق توقف كورة بتعديها آية وبترجع تاني وكرة من نص الملعب لكن حائط الصد قوي جدا مريم وكاترين كرة ما تروحش في حتة شروق ارسال خارج الملعب 11 الكاستم النيجيري 12 النادي الاهلي كان فارق طبعا 5 بونت او 5 نقاط وكرة بتتحط بوينت سهل كده بتيجي طبعا الديفنس ما يطلعوش 13-11 ارسال كاترين ارسال قوي لازم تسحب بيه بقى نقطتين ثلاثة كده وحائط صد قوي من آية ومريم وكاترين بتشوط كورة بتيجي في نت الشبكة والحكم بيقول ما جاتش في حائط الصد بالرغم ان هي جت في حائط الصد ولكن قرارات الحكم لا غنى عنها وكرة قوية بتشوطها مريم في حائط الصد وداخل الملعب 14 النادي الاهلي 12 الجمارك نرمين المنشاوي ارسال الكرة بتعدي كده بسهولة وبتيجي في ايد حائط الصد ونقطة نقطة مباشرة كرة قوية استقبال وكرة مرفوعة ونرمين بتسقط كرة جميلة من مركز 3 في مركز 2 ايوه كده آية ارسال قوي استقبال كرة جاية وكرة متشاطة وبتترفع ونهلة بتشوط كرة قوية يعني ده ثاني وقت مستقطع غدا ان شاء الله هناك مباراتين في دور الأربعة مباراة قرطاج والسجون في تمام الساعة 4 ومباراة النادي الأهلي ونادي الأنابيب الكيني في تمام الساعة 8
فرقتين من كينيا. كنا نتمنى ان نادي الشمس اليوم، ولكن القادم افضل ان شاء الله. وبالتوفيق غدا باذن الله للنادي الاهلي امام الانبي. كرة بترجع سهلة، مريم كرة مشدودة، ونقلة بشوط كرة قوية في ايد الديفنس وخارج الملعب. 17 النادي الاهلي، 13 نادي كاستم النيجيري. ايا حمدي على الارسال، ارسال قوي واستقبال سيء ب 18 نادي الاهلي 13 نادي الجمارك. واضح ما شاء الله مستوى اداء النادي الاهلي. مباراه غدا مباراه مهمه جدا جدا جدا. كل فريق هيحاول يلعب بقوته. قرطاج والسجون لا بديل عن الفوز للوصول الى النهائي، والاهلي والانابيب بكين ان شاء الله باذن الله غدا. ارسال ايه قوي وبينزل في اخر الملعب بنقطه مباشره. اللاعبه عيشة ما تعرفش تعمل حاجة في الكورة. 19 النادي الاهلي 13 نادي الجمارك. ارسال قوي، استقبال، الكرة بتترفع وبتتحط كده ونهلة متحركة، وكورة ايضا كاترين بتجيبها جيدة، وآية بتشوط كورة قوية جدا 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 ولكن خارج الملعب. يعني خلينا نظبط لما يجيبوا الكلام. 14 19. ارسال، استقبال من مريم، كورة بتيجي سهلة، وتاني كرة بتتشاط ومريم بيجيبها برضو، وكرة جاية سهلة، وكرة بتتشاط قوية من اللعبة رقم 12. بعيد عن ايد مريم. 15 19. ارسال قوي، مريم بتستقبل، وكرة تيجي خارج الملعب. 16 كاستم النيجيري 19 النادي الاهلي. ارسال قوي، الكرة بتيجي سهلة وبتكمل، والحكم التاني بيقول شبكة على نهلة بعد ما الكرة كملها. 17 19. تايم اوت بيجري المدير الفني الكابتن حمدي الصافي. بيحاول ان هو كان الفرق 5 6 نقاط وبقى نقطتين. الهدف منه بس تهدئة الأمور. ولكن النادي الأهلي بيجيد التعامل في الظروف الصعبة. ارسال قوي، استقبال من مريم، رفع قوية من نهلة، ونهلة بتخلص كرة قوية بترجع تاني
الديفنس وبتتشاط وايه بتجيبها و بتيجي في نت الشبكه وتغير اتجاهها 18 19 ونرمين بتخرج وفريده بتدخل مكانها. لا لما نحط الكاميرات ارسال قوي مريم كره بتتزق من ايه وبترجع تاني وبيشوطوا كوره منظمه جدا من مركز اتنين في مركز واحد. ارسال 19 19 استقبال من مريم كره بتترفع ونهله بتسقطها كده بترجع تاني وفريده بتخش تخلص كوره قويه وبترجع تاني واللاعيبه قلقت رقم 12 من حائط صد فريده حطت الكوره في الشبكه 20 النادي الاهلي 19 نادي الجمارك. نهله ارسالها قوي وكره بتيجي تاني وبتتشاط من مركز واحد في مركز واحد تاني كره تتشاط من هذا المكان. ارسال قوي استقبال من مريم رفعه و كاترين بتشوط كوره قويه وبترجع تاني كوره وقلت لكم حائط صد فريده مميز جدا اهو ما بتعديش. برافو يا فريده 21 20 النادي الاهلي. فريده يرسلها كويس وكوره بتترفع وبتتبلش و ورا حائط الصد بعيدة قوي عن آية. وكرة نازلة في نص الملعب قدام نهلة 22 21 وطبعا كابتن حمدي الصافي طلب تايم اوت والحكم الاول كان بيصفر. ثلاثة وعشرين الجمارك 21 النادي الاهلي. تلعب ارسال سريع كده النقطة اللي فاتت دي ملهاش اي لازمة و بيطلب تايم اوت الكابتن حمدي الصافي. تعالى يا عمار سيبك من الكلام ده كله. نقطتين سهلين طبعا لو في تركيز النجم الرابع يقدر يجابه بسهوله. تستع مبكر وخصوصا ان الفرقه كاستم مش فرقه قويه قوي. النجم الرابع تستع مبكر ارسال خارج الملعب. النجم الرابع تستع بس كده انه الاهلي شروق قدامنا طبعا ثلاثي مرعب ايه ومتولي وكورة بتتشاط في حائط الصد طبعا بقوة وخارج الملعب اهي رغم ان هم قافلين كويس جدا ولكن ايدها كانت مفتوحة شوية ما تقفلش على الكورة. 24 الجمارك 22 الاهلي ارسال قوي استقبال من مريم وكورة وآية بتشوط كورة قوية وبترجع تاني وبتترفع كورة قوية جدا بتشوطها
كاترين من مركز اثنين في مركز خمسة لا تصد ولا ترد. 23 النادي الاهلي، 24 الجمارك، ارسال قوي واستقبال وهيتصد بقى، وكره بتتشاط قويه بترجع تاني، لازم هتترفع لايه، وايه بتخلص كره قويه ما فيهاش تهريج يا ايه. 24 24، في ايد حاطط صد بخبره كده بقوه وخارج الملعب. كاترين ارسال قوي، استقبال، الكره جايه سهله وبترجع سهله وبترجع تاني، الكره بتترفع ونقله بتحطها من اربعه في واحد كده، كره هتيجي سهله، وحاط صد قوي جدا من مريم متولي وآية حمدي في نقطة بعد المهمة عشان تحول خسارة لنقطتين إلى فوز لنقطة. 25-24 للنادي الأهلي. تركيز طبعا فريق النادي الأهلي، فريق كبير عنده تركيز، عنده لعيبة بتقدر تنفذ في الأوقات الصعبة. كاترين على الإرسال، إرسال قوي، استقبال، كرة بتعلى وكرة بتترفع من نص الملعب، بتيجي في ايد حائط الصد، و 25-25. ارسال، استقبال من نالة وكرة، وآية، وآية حمدي، وحش، مفيش تهريج، نقط حساسة، لازم يبقى فيه ضغط. 26 النادي الأهلي، 25 الجمارك، مريم متولي وإرسالها المميز، الكرة بتترفع وحائط صد جيد، الكرة هتترفع باك وبتعدي و بتيجي في إيد آية وخارج الملعب. 26-26، وكاترين وكورة بتحطها فريدة العسقلاني، قلت لكم بتاعت حلول صعبة، من مركز ثلاثة في مركز ستة، ما تعرفش الديفنس يعمل لها أي حاجة. إرسال آية في الشبكة، ملوش أي لازمة ده آية. ارسال قوي مريم مصطفى، ورفعه، وكرة محطوطة بليسنج، وبترجع تاني، وحائط صد، وآية بتجيب كرة حلوة، وكرة جميلة بتتحط من فوق حائط الصد من نقلة، ترجع تاني، يلا يا فريدة، مفيش، آية بتخلص، آية بتخلص النقط الصعبة، من واحد في خمسة، في حائط الصد وخارج الملعب. القوي، استقبال، الكره جايه مشتركه وحائط صد، ومريم مصطفى بتجيب ديفنس جيد، والكره جايه تاني، وكره واللج بترجع، فريده بتجيبها ديفنس رائع، ونهله، ويلا بقى، يلا بتتشاط وبترجع، وحائط صد وشروق، وبرضه لسه مصممين، وكرة بتحطها خارج الملعب لتنهي الشوط الثالث. 29-27 للنادي الأهلي،
وبكده يبقى ألف مبروك النادي الأهلي تقطي كاستم النيجيري 25-13 25-9 29-27. إن شاء الله بإذن الله بنقول للنادي الأهلي ألف مبروك تخطي دور ربع النهائي، وغدا بإذن الله مباراة قوية أمام الأنابيب نتمنى له الفوز إن شاء الله. مشاهدينا شكرا وإلى اللقاء.